مكرم الظاهر على الساحه الفنيه. لا موجود الحمد لله، بس انت شايف طبعا زحمه دلوقتي يعني كتروا قوي الدنيا كلها، فالواحد بيقل من الحاجات عشان يعني الجو صعب شويه يعني كتروا قوي اللي بيغنوا. شايف مين ابرز الناس دلوقتي اللي ظاهره على الساحه؟ يعني ظاهرين ايه يعني؟ مش فاهم. يعني اللي ظاهرين كتير قوي، خدوا مكان دلوقتي، بقى ليهم مكان وبقى يطلبوا كتير على الساحه. زي مين يعني اللي جاي؟ انت تلاقي يعني انت ممكن تلاقي كويسين قوي يعني ايه يعني ايه مقلين في الشغل، الناس الحلوه يعني ده جامد ايه يعني، مش يعني مدحت صالح فين فين الناس الحلوه دي وفين مثلا ايه الحلو فين؟ ها فين الناس الحلوه دي فين؟ انت يعني انت المفروض تسال على دولت. لكن الناس يعني كتروا قوي اللي بيغنوا. سوق الاغنيه الشعبيه شايفه ايه دلوقتي؟ هل زي لا مش زي زمان طبعا. لا حضرتك زي زمان بقى كان ليها كلمه ومعنى ولحن. الاغنيه الشعبيه هبطت دلوقتي او تعيش معاك يعني انت ممكن حضرتك تليك يعني انت حافظ مثلا اغنيه مثلا خيل عبد الوهاب مش عارف يا تاكسي الغرام هتلاقيها انت عارفها. بص بقى بلد دي عايشه النهارده الاغاني بتخلص بتعرفهاش. كان زمان ممكن المطرب بيجيب يعني حته لعب حليم حته لام كلثوم ثقه في النفس فنان ده فنان. المطرب الشعبي كان بيأدي ده بشكله الخاص او بطعم مميز طعمه الشعبي هو. ايوه بالظبط طعمه هو. دلوقتي يعني محدش يعرف يغني الحاجات دي، قلت دلوقتي خالص كله بيطلع يغني يعني ربنا يوفق الجميع. مش عايزين يعني نجيب عايزين نسمع حته بقى كده من الحاجه الجميله اللي سمعك ايه. برافو عليك مثلا. برافو عليك على الطاق. ماشي برافو عليك تلالالالالا برافو عليك برافو عليك تلالالالالا برافو عليك برافو عليك برافو عليك قدرت تخدعني وانا عمري ما اتخدعت رم عرفت تجرحني وانا عمري ما انجرحت لما مثلت الدور عليا مثلته مية مية مثلت الدور عليا مثلته مية مية أنا معجب بيك وقلبي بيبعت لك تحية برافو عليك برافو عليك فوقتني رجعتني علمتني ما منش لحد أنا ما منش لحد طلعت قصة مش أي قصة وأنا كنت فاكرك أبيض يا ورد أنا كنت فاكرك أبيض يا ورد جميل مش هنساهولك ومسيري حردهولك جميل مش هنساهولك ومسيري حردهولك ومسيري حردهولك مثلت الدور عليا اليوم السابع ده مية مية مثلت الدور عليا مثلته مية مية أنا معجب بيك وقلبي بيبعت لك تحية برافو عليك